تحياتي، زي ما بنعرف بالعادة بيكون في أول يوم من نيسان إبريل، شيء بسموه كذبة إبريل، ربما هو جاي من الغرب لأنه لكنه منتشر في مجتمعنا. لكن بعيدا عن قصته، بعيدا عن كل هذا الحكي وقصته والناس شو رأيها فيه مش مهم، خلينا نحكي عن أقوى كذبة في تاريخ كرة القدم بالنسبة لكم. المسألة حوار شخصي تماما، ما لهوش علاقة بواحد إبريل وغيره. شو أقوى كذبة في تاريخ كرة القدم بالنسبة لك وانتشرت وصدقوها الناس؟ بالنسبة لي شخصيا، مرة علقت وقلت أقوى كذبة كذبة مباراة الهند والبرازيل، إنه الهند عملت سحر والبرازيليين صاروا يشوفوا أسود بدل الكرة وفيلة في الملعب، والكذب هذا كله اللي مش موجود أساسا في تاريخ كرة القدم. والكذبة الثانية إنه الهند منعت من كأس العالم عشان السحر، وأيضا هذه كذبة ما إلها أصل وما إلها وجود، كل القصة كانت مصاريف ما قدرت الهند تتحملها لتشارك في الأولمبياد أو كرة القدم لأنها كانت دولة فقيرة جدا. هذا الكذبة الأولى. ربما في كذبتين ثانيات آخر فترة انتشروا كثير في العالم العربي وأنا بصنفهم يعني هذا بالليفل كذبة إبريل، وبعدين بدي أسمع منكم أنتوا شو أكثر كذبة يعني انتشرت في كرة القدم بعدين تفاجأت إنها كذب بعد ما الكل اعتقد إنها صح. كذبة الثانية كانت كذبة انه بيليه كان يلعب بدون تسلل، والحقيقة اساسا انه بيليه كان يلعب بقانون تسلل اصعب من القانون الحالي، لانه كان مطلوب يكون في لاعبين بينه وبين الحارس مش لاعب واحد زي الان، اضافة لانه في وقته اساسا ما كانش لا في بطاقات صفراء ولا حمراء، فكان الزلم يضل ينضرب لل 66 لعندما بلشت البطاقات تكون جزء من ثقافة العقوبات في كرة القدم. والكذبة الثالثة، لكن هذه كذبة فضيحة كانت، انه الاتحاد الايطالي لكرة القدم سلم حسابه على تويتر وفيسبوك لايجنسي وكالة، هذه الوكالة بدها تعمل تفاعل، راحت ألفت خبر عجيب غريب، قالت لك مالديني وباريزي طول مسيرتهم تلقوا 96 هدف، فاللي بروح عد الاهداف طلع الرقم اضعاف، وهذا الطبيعي طبعا لانهم لعبوا سنوات طويله جدا، فمش منطق يكونوا تلقوا 6 اهداف بالموسم، لانه بهذا المنطق ميلان لازم جاب كل الدوريات ب6 اهداف ماكل في دفاعه، هذا الشيء ما صار. لكن لما تعد المباريات مباراه مباراه بتلقى الرقم اضعاف هذا، والاتحاد الايطالي عرف انه غلط، وفعليا طبعا الان رجع الاتحاد الايطالي يدير حسابه بشكل مباشر، الحساب الايطالي تحديدا، وجميع الاتحادات تراجعت عن فكره انه الحساب الرسمي الاساسي اللغه الرئيسيه تكون بايد ايجنسي نتيجه خطوره هيك تصرفات. هذه 3 كذبات اعتقد بعد 20 سنه حنرجع نسمعها في كره القدم، مش حتموت لانه خلص انزرعت بالناس، انتشرت بين الناس. انت بالنسبه لك شو في كذبه شفتها انتشرت كثير وتتوقع انها مش حتنتهي رغم كثره التنبيه انها كذب؟